بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس مستقيمي العمود الفقري. غمض العيون. زفير. بعدين شهيق. زفير. ارخاء الكتفين. الكفين مفتوحتين للأعلى بالحضن أو على الفخذين. شهيق. زفير. رخي الذراعين، كفين، أصابع الكفين. نتصور شاكرا القاعدي بنهاية العمود الفقري بالمسافة الفاصلة بين الأرض وبيننا، الفراغ وعينا بهي المنطقة. بذرة وجودنا المادي، طاقة أساسية تبث الحياة في العالم الفيزيائي المعروف. ناخذ شهيق. زفير. ونحن انتباهنا على المسافة الفاصلة بين ما نحن قاعدين والأرض. مثل البذرة اللي فيها كل المعلومات عن النبتة، محدودة بقشرة صلبي، محدودة بمكان وبزمان، كذلك كل وعينا بشاكرا القاعدي محدود بالزمان والمكان. هذا هو عالمنا المادي. بمجرد انتباهنا لهذه البذرة اللي هي بذرة وجودنا المادي، بذرة وجودنا بجسد، هذه الطاقة اللي بتبعث الحياة بالجسد المادي، هي على شكل بذري. بمجرد الانتباه إلها تبدأ بالتفتح وبث الطاقة، طاقة الحياة. لتنفتح أمامنا السبل في العالم الفيزيائي، فنكون أصحاء جسديا، مكانيا، زمانيا. كل المسؤول عنه شاكرا القاعدي اللي مركزين انتباهنا عليها الآن. ناخد شهيق كمان. الشهيق عم نشحن أنفسنا بالنور، كل خلايا الجسد عم تنشحن بالزفير، إرخاء لكامل الجسد.
قدرت الحياة المادية في شاكرا القاعدي تعطي كل هذا العالم بتعدديته، وبالرغم من اتساعه لكنه ضيق محدود بالنسبة لبذور طاقات أخرى في مقامات أعلى تعبر عنها شاكرات الإنسان أو مناطقه الطاقية أعلى من مستوى شاكرا الجذر. فكيف إذا ما بدأت بذور الوعي في شاكرات المقامات العليا تتفتح أيضا بالوعي؟ فعندما يتفتح الإنسان بالوعي الكوني مثلا ويتسع ليسع بقلبه المجرات، يدرك أنه بتناغم مع الأكوان باتساعها، ومع ذلك يدرك أن هذا العالم الموجود رغم اتساعه أيضا هناك ما يسمو عن الوجود، حتى إذا ما وصل بطاقة نور الحياة لمقام العقل الكلي وفاضت منه الأنوار الربانية كنبع يفيض بالماء من أعلى الرأس، وتحدرت غيوث الرحمات لتغسل كل المقامات، فإن الإنسان يصبح في مقام يحق له فيه التناغم مع الله. عندها يصبح بوعي أحدي يدرك معنى صمدانية الأحد في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندها يدرك أنه كائن خالد لم يولد ولن يموت، فهو الباقي منذ الأزل الخالد بوعي الأبد، لا يحده جسد ولا يقيده قيد أو حد من الحدود، فهو الكائن الأسمى واحد أحد في الجميع. فلن يدرك الله سوى الله، وكل ما تبقى إسقاطات مقامات الوعي الأحدي لطبقات تتدانى ليتجلى الحق بذاته من كل مقام حسب سعة الإنسان وتوجهه الخاص. شهيق
زفير، نرجع بانتباهنا لشاكرا الجذر ومندرك انه نحن كائنات خالدي بالروح، نعيش تجربة جسدية ضمن حدود الزمان والمكان بمقدار اتساع وعينا، بمقدار مساحة الإيمان، نستطيع عبور كل تجارب الحياة الفيزيائية بوعي، فلا يبقى في ساحتنا شخص إلا ونغلفه بالنور، ولا يبقى حدث ولا عدو، فالكل تجسدات للإرادة الإلهية. عندها تنتفي إمكانية الولادة مرة أخرى في عالم الزمان والمكان، عندها يتحرر الإنسان، يتحرر من قيوده الفكرية وارتباطاته العاطفية ونتائج أعماله الكارمية. ليعيش في عالم لطيف عناصره لطيفة وحدوده أوسع وأسمى من مجرد حدود الزمان والمكان. شهيق زفير، منحس أكثر بوجودنا المادي، منحس بالجسم المادي، نشعر بالامتنان لهذه الهدية الربانية اللي هي الجسم المادي، اللي هي عبارة عن آلة مناسبة جدا للعيش في عالم زماني مكاني. فنحن كائنات روحية نعيش من خلال الجسد بحواس مادية لنفهم لغة هذا العالم. وعينا خالد بالروح، وواجب علينا أن نسعى بانضباط وسلوك مستقيم في عالم قدر علينا بعد أن قدرناه من خلال اختياراتنا على أنفسنا. كمان ناخد شهيق، نحرك أصابع الكفين، شهيق من جديد. اللي بحب يفتح العيون شي بسيط بيقدر، واللي بيقدر يبقى متابع إذا أحب دقائق باستلقاء فليكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.